السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواتي الغاليين، كل سنة وأنتم طيبين داخل مصر وخارج مصر. برحب بكل أخواتي وحبايبي اللي متابعيني، برحب بكل القنوات الجديدة اللي بتنضم إليا، ما تحرمش منكم ولا من كلامكم الجميل المحفز في الكومنتات. وبحب أشكر كل أخواتي وحبايبي اللي متابعيني بكل صدق وبكل أمانة. إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل ميكس كده من الكيك أو البسبوسة، حاجة كده في منتهى الجمال، طعمها فوق الممتاز. الصراحة أنا أول مرة أعملها وعجبتني جدا، وطريقة التحضير بتاعتها سهلة جدا ومكوناتها كلها متوفرة في مطبخ، ولما ان شاء الله لما تجربيها هتعتمديها لانها سهله التحضير وطعمها كمان فوق الممتاز. انت كمان لما تجربيها هتعجبك ان شاء الله، وتعتمدي الطريقه بتاعتها لانها بمقاديرها بسيطه جدا وبيضه واحده مش مكلفه خالص. هنسمي بسم الله ونكسر الصلاه الحبيب، نخش على الطريقه على طول. اول حاجه هنحضر معانا السيرب او الشيره، هنحط كده كوبايه من السكر على كوبايه من الميه وعصره ليمونه وهنرفعهم على النار. انا حطيت هنا كوبايتين من السكر لان الكوبايه ديت المج ده صغير، يعني بياخد نص كوبايه من المج اللي احنا متعودين عليه، فحطيت كده كوبايتين منه وبضيف عليهم كمان كوبايه من الميه. يعني انت ان شاء الله لما تعمليها هتعملي كوبايه سكر وكوبايه ميه وعصره ليمونه وترفعيهم على النار حوالي كده 5 دقائق. نيجي بقى لدرق الخلاط، ممكن المكونات كلها نعملها بالمضرب اليدوي، بس بدل في درق الخلاط بقى متواجد في كل مكان او في المطبخ بتاعنا يبقى نعمل في الخلاط سريعا كده. انا حطيت كوبايه الا ربع من عصير البرتقال، وحط عليهم كمان كوبايه الا ربع من اللبن وكوبايه الا ربع من الزيت، وحطيت هنا معلقتين بس من السكر عشان طبعا هنستخدم سيرب في الاخر، وضفت كمان بيضايه، وبدل طبعا احنا ضفنا بيض يبقى هنحط كمان كيس من الفانيليا وكمان معلقه من الخل، بتخلي معانا الكيكات كده هشه وجميله كده وبكون قلبها ابيض معانا. نيجي بقى بعد ما ضربنا المكونات دي كلها في الخلاط بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لك لو حابه تتمليها بالمضرب اليدوي ما فيش اي مشكله خالص. معايا هنا بقى كوبايتين كده من دقيق السومولينا او دقيق البسبوسه، وضيف عليهم معلقتين كبار من الدقيق الابيض وكيس من البيكنج باودر وذره بسيطه من الملح. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها، وكمان ضايفه معلقه من جوز الهند لو انت حابه ان انت تحطيها، ده اختياري، ما انتش حابه خلاص استغنى عنها، بس بتدي ريحه جميله جدا للكيكه وهي في الفرن. جهزت هنا معايا صينيه مقاس 28 وحطيتها، حطيت فيها رش زيت بسيطه كده، وبعد كده هاخدها ادخلها الفرن على درجه حراره تكون 200 او 220 وهسيبها كده حوالي تلت ساعه لغايه ما تاخد معايا اللون الذهبي الجميل اللي انتم شايفينه ده، حاجه كده في منتهى الجمال، شكلها قد ايه بشهي وجميل. ومعايا السيرب كان لسه نازل من على النار، بس كان يا دوب دافي كده من السخن جامد، والبسبوسه او الكيكايه طالعه كده ما شاء الله، هي سخنه والسيرب معايا دافي، وبقيت اسقيها، بقيت اشرب معايا زي البسبوسه كده، وده عامل اساسي في نجاح البسبوسه معاكي، ان هي اول كيكايه ان هي او الرواني لما بنيجي نسقيها بالسيرب تشرب معاكي السيرب تعرفي ان هي ناجحه معاكي مليون الميه. شايفين؟ ولو عايزه كمان انا ما شاء الله الكوبايه كانت معايا ما خدتهاش كلها، يعني كمان ما خدتش كل كوبايه السكر اللي انا عاملاها كلها، خدت كده حوالي 3 ارباع، وتفضل معايا كمان منها ممكن تستخدميها لاي وصفه ثانيه. وما ان انا ضايفه جوز الهند في الوصفه، حطيت كمان معلقه من جوز الهند كده على الوش زينتي بيها، لو انت حابه تستغني عنها ما فيش مشكله، حابه تضيفيها برده بتديها شكل جميل جدا، وكمان جوز الهند معاكي كملت الدسم ومخليه ريحتها في منتهى الجمال. المفروض ان احنا اي كيكه او بسبوسه او هريسه عامه نسيبها لما تبرد تماما وبعدين نقطعها عشان تطلع معانا قطع متساويه والقطعه بقطعتها، بس طبعا انا بحب دايما ان انا اقفل التصوير او الفيديو كده عامه فقطعتها على طول. طبعا انتوا عارفين اول قطعه دي مش بتطلع متساويه، وبعد كده بتقطعيها بتطلع معاك متساويه، وكمان لما بتسيبيها بتبقى احسن واجمل كمان. شايفين بقى الحلاوه والجمال قد ايه كده جميله وسهله التحضير ومرمله كده وبتدوب في البق ذوبان. ان شاء الله لما تجربيها تجربيها وتقولي لي ايه رايك في الكومنتات، وقد ايه طعمها جميل وميكس كده جميل من البسبوسه على كيكايه كده، واولادك هيحبوها جدا ويطلبوها منك على طول ان شاء الله. شايفين بقى قد ايه كده حاجه في منتهى الجمال وسهله التحضير ومكوناتها كلها ان شاء الله متوفره في مطبخك، وهتقومي حالا تعمليها دلوقتي وتكتبي لي في الكومنتات وتقولي لي ايه رايك. شايفين بقى الحلاوه والجمال، وده الارتفاع بتاعها ده مناسب جدا على صينيه مقاس 28، لو انت حابه ان هي تكون ارتفاعها اعلى من كده ممكن تحطيها في صينيه اصغر، حابه الارتفاع ده، بس هي اساسا الارتفاع بتاعها بيكون زي البسبوسه بالظبط مش اعلى من كده، ده مناسب جدا، والمقدار كان مظبوط ما شاء الله على المقادير السايله والمقادير الجافه اللي انا حطاها، وكل ان شاء الله المقادير هنزلها لك في صندوق الوصف ان شاء الله عشان تجربيها وتقولي لي في الكومنتات. لو عندك اي سؤال اي استفسار عن اي حاجه اكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليكي. لو عندك اي وصفه انا نزلها لك اكتبي لي ان شاء الله وانا هنزلها لك. بحبكم في الله، لاول مره بتشوفيني ومش مشتركه في قناتي فضلا ولسه اول مره تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على كل عشان يوصلك منا كل جديد. بحبكم في الله وسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.